عمر خلي عبد الله بن دفنه بس ندخله بس. لا خلنا غمازتين. يا عيال يا عيال. طبعا يا الربع. اذا جاء عبد الله بن دفنه من هنا تكفون نبغى نقوم نجلده. لا لا صفق صفق صفق. لا 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 نقول كيف؟ كيف اجلدوه يا عيال؟ عبد الله. ثلاث ايام قدام. ليه؟ والله يا ضحك. طبعا يا الربع. ايوه تفضل. هذا رئيس البلدية. حلو راح نغير الحين. كيف يتكلم الحمامة ما تتكلم. تطير شوف ها شوف انا ادري شوف شوف. شوف. وشو ذا جوال؟ ريال قديم. كيف صار ريال الرصيد ريال حقيقي؟ لا هذا ريال؟ ايوه. لين احطه هنا؟ يطلع عبد الله بن دفنه. باش مكينة مشروبات ريال امك. يا يعني انا عبد الله بن دفنه. والله غالي صراحة. والله غالي مرة. والله رخيص. يا ابو سود الله ليش تبيع؟ ليش تبيعه وهو ما موجود؟ ليش تجري؟ والله يا عطاء والله يا عبد الله صالح الزهري لا ياخذ على سويد الله وجهك رصيد اقسم بالله اني اخذ فارس رصيدك. طيب صلوا على النبي. طبعا هو الان رئيس البلديه. حلو انا دخلت جوا هنا. حلو عشان ايش؟ التدشين. التدشين طبعا بنغيره بنيو لوك جديد وبشكل جديد. نيو لوك نيو لوك نيو لوك جديد وشكل جديد. نيو لوك حلو اغيره فارس من عبد الله بن دفنه سويد الله وجهك الى بيض الله وجهك الى اكسكيوز. حلوين في سؤال لا بتغير قصه والله لا اسال لا والله لا اسال لا بيصير نظيف يعني لا هو نظيف ما يحتاج فهمتني انظف انظف اي هو هذا طب انا اجرب ريخ انا اسمع سويد الله وجهك ما في سويد الله وجهك باقي انا الحين ختاميه تكفى لا انا لين الحين انا حاط هنا هو بس سويد الله وجهك لما تقول تحط الرياض اقول لك احنا نسمعكم وميتين من الضحك عبد الله يرحمه شوف اعطاني بوكس انا كل ما طفى سبيكر دريت انه عدو شوف عبد الله اعطاني بوكس يا صالح بوكس لو اني ما حطيت يا ربع يا ربع يا ربع جا 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 يا ربع بنحط الحين اوريكم نيو لوك الجديد استاذ ماجد استاذ سعيد تدشين عبد الله بن دفنه لا 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 ما هذا سلام عليكم الله ريحة عطور الله غلط بين مثبت وريحة العطور اصبر اصبر والله كيف لك يا جماعة تكلم برسمية تكلم برسمية كيف عايش عندكم من الدفن الأولي كذا شو المسخرة شو المزح شو هالاسلوب؟ للاسف الشديد سوري اي ام سوري مهزلتكم ذي مش عاوزينها لا 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 مش رايدينها لا 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 برضه ما تكلم معي ما نريدها ما نريدها والله باختصار على العموم انا رئيس البلديه الجديد بلوك جديد سهل سلام اسلوب جديد بعمل جديد بانسانيه جديده بطريقه جديده سوف أغير تغيير جذري الله أكبر وستكون دندنتي في العمل جديدة يا سلام ديدني الظاهر أني بستخدم ألفاظ السابق عمر عبد الله دخلت هنا أطلعك بواحد ثاني أنا جاهز ما عندي مشكلة على العموم أنا بوظف الحين ممكن سؤال ما تمرون لا تحرك ولا رقم كل شيء ولا شيء ما قدر ابدا صالح نشوف تغير على العموم ما خربته والله اني ما خربته ونا خلي ما تمرون حنجرته تحرك راسي ذبت على العموم على الان رئيس البلديه ودكتور علم النفس دكتور النفسيه ثنتين وظيفتين وظيفة عبد الرحمن لين الحين محافظ عليها ان شاء الله لنهايه البرنامج الله يذكره بالخير والموظفين كالآتي فارس البشيري وزير الأوقاف وأذان المغرب أعرف أي على الظهر أنا أيوة سنة 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 في حالة عدم انضباطه في دوامه ينضرب ضربا مبرحا لأنه ما ينفع مع الخصم ينضرب ضربا مبرحا حتى تسيل منه الدماوي عض التراب هذه واحدة تغيرت عبد الله تغيرت ما تحسبني صديقك الاول اللي تخربون فلاش مو بحقه على كيفكم طيب الموظف الثاني بس راح يبدا هذا فلاش مو بحقيقه عبد المجيد الفوزان مباراة القيمة
وزير السياحة في القرية الله أكبر والنظافة والهندسة لا كذا في خط في خلل ما اتفقنا عليها لا لا وضعك والإضاءة حلو الله يجعلنا عند حسن الله يجعلنا عند حسن الظن يا الله شباب صالح البشيري والله صالح الزهيري العصر اللي دخلت خربط مخي انا امثل صالح الزهيري فوق صالح الزهيري مدير الضيافة الله والاستقبال الله والكرك الكرك مع دعاية لجميع المنتجات لشباب زد رصيدك محمد الذهلي الله المعلم والأستاذ وزير التربية وزير التربية والتعليم بحرف القين مسؤول عن حرف القين فقط شغلتها بس كيف يضبط حرف القين أنا مدلعوز فيه تكثيف الدراسة في الحروف شو اسمها القاعدة النورانية يا سلام ما شاء الله وتكثيف قراءة القرآن الله حتى نختم القرآن بسرعة علشان نقعد نحفظ يا سلام الحفظ تبدأ بعد الختم إن شاء الله مسؤوليتك تم هي المسجد تم المسجد المسجد تم ازهلها بغط ازهلها بغط لا لك دخل في شيء ثاني لا قيد استاذ عبد الله لا غير انا ابنك فقط لا قيد صح صح ايش اسمك الحين عمر بن حميد بعد ما بعد اللعبه حقتي سطوني سطوني بالسطوني تعال تعال لا تروح لا تروح ابغيك ضروري الموظفه يا ابو بكر لك اللي سويته لك يناسب عليه اسم لؤي لؤي لا 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 لؤي راشدي الموظف الخامس احنا نكمل الحين قدرنا خمسه الموظف الخامس عمر الملحم وما أدراك ما عمر وزير التجارة المدير بتاع البلدية وظيفته وزير التجارة والاقتصاد وظيفته مدير الروائح في القرية يدور ويغير ويغير يغير الروائح في القرية لا اسمه مو بحث مو حلو مدير الطيب مدير الطيب مدير الطيب طال عمرك المبخر للقرية منتجات العطور من القرية يعني طال عمرك يوم يجونا ضيوف يوم يجونا ضيوف يصير قدامهم فواحة يعني ايوه يقول كذا وإذا ما موجود دخون ولا شيء نقرب راسه وجاهزين نعم وإذا بغون دحن عود يطلع القلم حقه جاهز جاهز صوص يا عيال ينكت ما عليك مجرد ممثل ضحكوا معاه ينكت يا حبيبي من ثقل دمك بتخصب بك الأرض حلوة طول عمر محمد عثمان مستشار المستشار الرسمي الله أكبر خمسة كده خمسة بوظف عشرة عزيز يستاهل والله يستاهل المستشار الرسمي اي بدون رواتب لعبد الله بن دفنة والله اعطيهم رواتب ها الاداره تعي خلونا والله اعطيهم رواتب ولا علي من حد والله اعطيه اسمع والله شوي لو مكاتب المستشار الرسمي الاجتماع خلص الاجتماع خلص الاجتماع المستشار الرسمي الى عبد المجيد انا مستشار رسمي عبد المجيد ايوه عبد المجيد الطويرش المستشار النفسي والله السلام لعبد الله بن دفنة الراشدي لؤي يا ابو منيف مستشار رسمي عام كلكم بعطيكم رواتب ترى التوأم مستشارين قسم الاطفال في اطفال هنا ما ادري انا بلعب وراء تقضي طفل يعني مشوها لي سالم الخنفري مستشار الجلب مستشار الجلب في القرية لا سالم الخنفري مستشار الزبائب الزريب هم الزريب مستشار خلاص مستشار عام على العموم خالد المحميد المستشار لمحمد الذهلي في المسجد سعد السبيعي المستشار الرسمي لصالح الزهيري يا سلام أنا وش وظيفتي؟ نايم مشرف القرية أنا وإذا حصل خلل بسيط أجيب عدة الدكتور وأسوي عملية
طيب يا طويل العمر ممكن حنا قبل بالعدة بلديات، بس خلنا نكمل عدة بلديات حاولنا فيهم انه نصرف رواتب الاكثر من خمسة، فلذلك ودنا الان والله جربته طيب إيه جربنا اسمعني ودنا الان بكلمة رجل واحد نروح للإدارة، لانه صدق ودنا الجميع يشترك بالمبالغ حتى لو انت ناصف المبالغ معنا. عندي حنا يا طويل العمر مبالغكم بعطيكم اياها كافية وافية، لا اذا ياخذون رواتب عندي الجماعة هذول اشياء انقص عشان ما يروح شغل الشباب هذا هباء منثور. نروح الحين للإدارة ونقف فوق فترة جن واحد والله اي والله هذا تحريض. لا 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 هذا تحريض على الإدارة. لا 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 تغلبها علي. بدفنا بدفنا سوي زي كذا. رضيت ولا لا؟ ما بعد رضيت. دبيت ولا لا؟ سوي زي كذا. ايوه خليك كذا السلام الله. زين على العموم ضويت اليدين والله انا طلعت لي بطن هنا والله قبل كنت كيف جسمي يعني يوم جيتنا هنا هر يا هر تعال انها صبر 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 نبو بليسكم دقيقة من يوم دخلت رصيدك الى الان موظف يا حد أنا انت الهامور انت الموظف حبيبي امس هو الموظف يا الهامور الهامور انا والحين هامور خذ لك 40% مش انا نيات والله اني ناوي اطلع بقول له هذا حق زريب ها هذا حق حق زريب لا تفضحني يا الله اجمل اعترف بانه اجمل فلاش مو في العالم شفته يا الله والله انا جيت لهنا وانت تضحكون قلت شو وضع ذولا وامشي ارجع لكم معيدين والله العظيم سعيد اني لحقت عليه